صار موقف محرج في هذا. كنت في الحج، دخلت احدى الحملات، القيت عليه محاضره، تدري في الحج يصير عندك يعني يوم 10 بس اللي هو يوم العيد، ويوم 11 هو اللي تقدر تلقي فيه محاضرات الحملات، يوم 12 يبدا الناس يمشون، فتضطر احيانا في اليوم الواحد ما تقدر تعطي المحاضرات بعد الصلوات، لا بين العصر والمغرب يصير عندك احيانا 5 حملات، انتم بالساعة 4:30، انتم بخمس بالضبط، انتم ب5:30. فالقيت محاضرة في حملة وطالع بسرعة بروح الحملة الثانية، وانا نازل معي البشت، افسخ البشت بسرعة واصفطه واتلطم بشماغي واربط الثوب واركب دباب، واحد من الشباب معه دباب وينقلني بسرعة بين الحملات، فانا اطق اللطمة ما يعرفوني الناس. لما اوصل الحملة الثانية اصلح الشماغ والبس البشت واصير شيخ وادخل. وانا نازل يوم فسخت البشت ولفيت وربطت ربطت الثوب وبديت بحط اللطمة، والتفت الا في ولد صغير عمره يمكن 13 ومعه سيجارة متخبي كذا قاعد يدخن. يا حليلك، قلت له يا ولدي، قال الشيخ، قلت يا ولدي تدخن ما يصلح يا ولدي، حرام عليك وانت يعني في الحج وما يصلح، يلا عطنا البكت. طبعا هو رمى السيجاره المكت، عطنا البكت، قال واطلع كم معي دهن عود طيب، قلت خذ الطيب وعطني البكت، اخذ الطيب وعطاني البكت، خذت البكت وحطيته، ما ادري وين اوديه، ما في زباله قريبه ولا في وقت اقوم اقطع السجاير، وخفت ارميه على الارض يجي واحد ثاني يقول اوه هذا رزقه ساقه الله لي وياخذه بعد، واصير بكحله وعميته، فما في مجال الا حط البكت في مخباتي. قلت حطه مخباتك وبتلقى لك زباله قدام ورمي فيها، حطيته في جيبتي ومشيت. طقيت اللطمه وربطت الثوب وركبت حج للحج حمله الاحسان مدري الاتقان، وبسرعه ويا حج يا حاج حج، وصلنا هناك. قال الناس انتظروني لبق قبل شوي، هو حتى ما يشوفوني على الدباب، فيلبق قبل واصل افك الثوب واصلح الشماغ واضبط المرزام والبس البشت واجيهم. فجيت والبكت في مخباتي نسيت. المهم وابدا القي المحاضره، في اثناء المحاضره قلت لهم ويجب على الانسان بعد الحج ان يتغير، الحج المبرور هو ان يكون حالك متغير بعد الحج، يتغير كل شيء فيك، يتغير اسلوبك، يتغير اخلاقك، يتغير صلاتك، بل حتى نغمه جوالك لازم تتغير. واجي بطلع جوالي قلت جوالك الا بكيت دخان، مارو البرو ابيض، عاد اشوف بعضهم يقول اوه الشيخ زين الاحمر حار، الابيض احسن للشيخ. انا ما انتبهت الا والبكت كذا، ما اعرف ايش تسوي، ما في مجال ترميه، ما في مجال ترجعه، خلاص انفضحت وكاميرا تتصور. وانا اتكلم اتلمس الا والله ما هو بجواله اللي بكت، حطيته قلت قسما بالله ما ادخن، والله العظيم اني عمري ما دخنت، علي الطلاق 3، والله عمري ما دخنت وعمري ما حطيته في فمي، وانا انسان شريف. ما اقتنعوا يعني، برضو تحلف لين بكرة دخان، هذا ما هو بلعب، هذا ما هو علاجهم وش دواهم هذولا. قلت لهم لكن بعطيكم القصة، اتركوا المحاضرة على جنب وخذوا القصة. بعطيتهم قصة الوليد الصغير هذا اللي كان يدخن، قلت يا جماعة انا اخذت البكت من ما ادري وين اوديه، ما في زباله قريبه وصعب اعطيه واحد من الحجاج، يقول والله الشيخ قاعد جزاه الله خير يوزع دخان على الحجاج، الناس يوزعون اشرطه ومصاحف وانا اوزع دخان، فما في مجال. حطيته بمخباتي ونزلت الا ربعكم يستقبلوني، ما في مجال. فوالله العظيم هذا اللي حصل. فقام واحد وطلع بكيتين من جيبه، قال يا شيخ والله هذه توبه من الدخان، حطها على الطاوله. قلت في نفسي زين صار عندي 3 بكيتات. وقام واحد ثاني وفتح الشنطة اللي فوق، يحطون رفوف كذا في الحملات، ويطلع كرس كامل فيها ظن 10 مدري 20 حبة، هذا نمونته حق ال5 أيام كلها جزاه الله خير، جايبها مجهز نفسه وحط هذا كم يباع؟ زين ويحطه عندي، قال هذا توبة من الدخان.